أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول إنني أنصح ولاة الأمر بالتخلي عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأنها لا تناسب الدولة في هذا العصر؟ هذا كلامه، هذا كلام مجنون. الدولة ما قامت إلا على هذه الدعوة المباركة، فإذا تركتها ضاعت دولتها، والدولة إن شاء الله ما تصغي مثل هذا. والواجب أن هذا يبلغ عنه الجهات المختصة. وأنا قلت لكم أن المدرسين أكثرهم يلقنون الطلاب هذه الأفكار وهذه الضلالات ولا يدرسونهم المقررات. نعم.